الله. الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه؟ أنا بس بدي أتكلم الأول على الـ الأخ، يعني الأخ اللي هو شغل المروحة، رغم أن أنا قلت له يعني من يعني المروحة هتتعبني بعد الليلة الطويلة، وبالتالي سبحان الله لما قلت الله أكبر شغل هو المروحة. يعني الأخ جزاه الله خير، يعني حاول بقدر الإمكان يحترم إمام المسجد ويكون فيه تقدير واحترام للكلمة، ما يكونش غبي لهذه الدرجة، لأن أنا عارف طبعا المروحة ساعات بتشتغل بحس أنا به، فما يكونش الغباء واصل لهذه الدرجة. يعني لو في إخوة يعني جزاهم الله خير يعني بيتعبوا من 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 عدم تشغيل المروحة، ممكن يتحرك يعني ربما يذهب هو إلى آخر المسجد أو يتحرك مثلا في الناحية اليمين أو ناحية اليسار. لكن المشكلة مثلا لو حدث شيء للإمام وهو بيصلي، ربما يعني لا نستطيع أن نكمل الليل، يعني نحاول بقدر الإمكان نحن نتعاون حتى يعني تمر الليلة بخير، جزاكم الله خير. الإخوة الأحباب، نحمد الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة على أن وفقنا وكنا من القائمين في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ليلة القدر. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني حصر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وحصرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، وحصرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في ليلة 27 وفي ليلة 29. وسنبين الأحاديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح قال صلى الله عليه وآله وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، فإن عجز أحدكم فلا يغلبن على السبع البواقي. يعني المسلم بيحاول بقدر الإمكان أن يلتمس ليلة القدر في الأيام الأخيرة من رمضان، اللي هي العشر الأواخر من رمضان. لماذا يتحرها في العشر الأواخر من رمضان؟ ولماذا المسلم مطالب بالتماس ليلة القدر في هذه الأيام المتبقية من رمضان؟ لأن ليلة القدر كما قال الله سبحانه وتعالى خير من ألف شهر، بمعنى أنك حينما تعبد الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة فكأنما عبدت الله عز وجل 83 عاما وأربعة أشهر. ما هو ألف شهر، أنت لما تحسب ألف شهر تجد أن هذه الشهور الألف تساوي في عدد السنوات 83 سنة، 83 سنة وأربعة شهور. يعني هو نادر لما الإنسان أصلا يعيش إلى ما فوق 80 عاما. يعني حينما يعبد المسلم الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة ويكون من القائمين فيها، فإنه يكتب له يعني ثواب من أحيا وتعبد لله عز وجل في عمره كله. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يقول صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة القدر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: فيه ليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. يعني الذي حرم من الطاعة ومن التوفيق للقيام في هذه الليلة فهذا إنسان حرمه الله سبحانه وتعالى من الأجر وحرمه الله سبحانه وتعالى من الثواب، هو المحروم حقا. لأن المحروم ليس المحروم من ناحية المال أو المحروم من ناحية العمل، وإنما المحروم هو الذي لم يوفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في الحديث الذي رواه الإمام البخاري: التمسوها في الخامسة والسابعة والتاسعة والعشرين. يعني التمسوا ليلة القدر في الأيام الوتر في الليالي الأخيرة من رمضان، اللي هي ليلة الخامس والعشرين، ليلة السابع والعشرين، ليلة التاسع والعشرين. يعني حصرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، ربما تكون عشر أواخر كلها، يعني من ربما يستصعب بعض الناس أن يقوم في العشر الأواخر كلها،
أو يلتمس ليلة القدر في كل الليالي الأخيرة العشرة من رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو يعني يقلل عدد الليالي التي تلتمس فيها ليلة القدر، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتمسها في خمسة ليالي، اللي هي الليالي الوترية في العشر الأواخر، لا، ليلة الحادي والعشرين، ليلة الثالث والعشرين، ليلة الخامس والعشرين، ليلة السابع والعشرين، ليلة التاسع والعشرين. يبقى من عشر ليالي إلى كم ليلة؟ إلى خمسة ليالي. وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السابع والعشرين أو والخامس والعشرين والتاسع والعشرين، يعني حصر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر في الليالي الوترية الأخيرة، يعني ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29. طبعا هذه الليلة التي نحياها الآن هي ليلة 27 من رمضان. في حديث آخر رواه يعني الإمام ابن خزيمة في الصحيح، هو حديث يعني بسند الحسن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة القدر ليلة 27 أو ليلة 29، وإن الملائكة تتنزل في تلك الليلة فتكون في الأرض كعدد الحصى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصرها أكثر في ليلة 27 وفي ليلة 29 من شهر رمضان. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تتنزل في تلك الليلة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة القدر: إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بتتنزل الملائكة، لماذا تتنزل الملائكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني عدد الملائكة في الأرض بيكون كعدد الحصى، الحصى اللي هو الحصوات التي تجدها في يعني تشبيه يدل على كثرة الملائكة، على كثرة تنزل الملائكة في هذه الليلة. لأن العباد المسلمين زينوا أنفسهم بالطاعة وزينوا أنفسهم بالعبادة، فكان الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة حتى يشاهدوا كيف أن الإنسانية تعبد الله سبحانه وتعالى. لأن الناس في البداية، لأن الملائكة في البداية لما أخبرهم الله سبحانه وتعالى أنه جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فالملائكة قالوا لله سبحانه وتعالى أن هذا الخلق الذي ستخلقه سيعبث في الأرض وسيعيش في الأرض فسادا ويفسد فيها، فالله سبحانه وتعالى قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يباهي بالمسلمين حينما يعبدونه، يباهي بهم الملائكة، وكأن الله عز وجل يقول الملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء، كنتم تقولون فيهم أنهم سيعيثون في الأرض فسادا، وكنتم تقولون: أتجعل فيها من يفسد فيها. الآن هؤلاء العباد كيف أنهم يقومون الليل لله سبحانه وتعالى، وكيف أنهم يصومون النهار لله عز وجل. فإذا الله سبحانه وتعالى يباهي بنا الملائكة لأننا جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوته، ولو رفع عن أعيننا الحجب وأعطانا الله سبحانه وتعالى المقدرة على أن ترى أعيننا الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى لأبصارنا قدرات معينة، لكن لو زادت هذه القدرات ومكننا الله سبحانه وتعالى من رؤية أكثر لرأينا الملائكة الآن تحفنا بأجنحتها، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عند. فحفتهم الملائكة، تحفون الملائكة الآن بأجنحتها لأنها ترضى بما نصنعه من عبادة لله سبحانه وتعالى. إذن أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما يباهي الله عز وجل بنا الملائكة يقول الله سبحانه وتعالى لملائكة: انظروا إلى عباد هؤلاء كيف أنكم كنتم تقولون فيهم أتجعل فيها من يفسد فيها، وهم الآن يعبدونني ويزينون الليل بركوعهم وسجودهم. هل تظن بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحرم أحدا ممن قام بين يديه في هذه الليلة، يحرمه الله سبحانه وتعالى من مغفرة ذنوبه؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فالله سبحانه وتعالى يرحمك والله عز وجل يغفر لك، المهم أن
تري الله سبحانه وتعالى من نفسك خيرا في هذه الليلة بركوعك وسجودك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وباستماعك إلى كتاب الله عز وجل، وبصدقتك، لأن العبادة في هذه الليلة ليست قاصرة على القيام والركوع والسجود، وإنما العبادات يعني عبادات متعددة ومتنوعة، ما بين قيام وما بين قراءة للقرآن وما بين ذكر لله سبحانه وتعالى وما بين صدقة. ولعل هذه الصدقة التي طبعا نحن قمنا لله سبحانه وتعالى، صمنا النهار وقمنا الليل بين يدي الله عز وجل، وسنزيد في القيام بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا. لكن أيضا كما قلنا ننوع في الطاعة وننوع في العبادة، لا نقصر العبادة على القيام والركوع والسجود، وإنما لابد أن نعلم كمسلمين أن العبادة لها أنواع متعددة ومجالات شتى. عملية الركوع والسجود والصلاة ده نوع واحد من أنواع العبادة. عملية الركوع والسجود والصلاة هذه نوع واحد من أنواع العبادة، لكن العبادات كما قلنا متعددة ومتنوعة، بيأتي على رأسها الصلاة، الركوع، السجود، قراءة القرآن، ثم بعد ذلك نحس أنفسنا ونرغبها، ولا ندع الشيطان يعني يسول لنا أن نبخل على بيت الله سبحانه وتعالى حينما يكون هناك صوت المسجد، أن نبخل على بيت الله، لا، وإنما نعطي ونري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. فأنت حينما تنفق الله سبحانه وتعالى يخلف عليك، تأكد من هذا. يعني في حقائق معينة لابد أن تعرفها. الحقيقة الأولى أن المال الذي تنفقه الله سبحانه وتعالى يخلفه، قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ده الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن المال الذي تنفقه هو المال الذي يبقى لك عند الله سبحانه وتعالى، إنما كل المال الذي تتركه من خلفك هذا مال ضائع. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يعني الذي تتصدق به هو الذي يبقى لك عند الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيسأل الصحابة في يوم من الأيام، كما يروي الإمام البخاري في الصحيح، سؤال صريح ومباشر، بيقول لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا: يا رسول الله، كلنا أموالنا أحب إلينا من مال ورثتنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعلموا ما تقولون. يعني هل أنتم فعلا متأكدين من الكلام الذي تقولونه؟ هل فعلا أموالكم أحب إليكم من أموال الآخرين؟ فقالوا: يا رسول الله، ما نعلم إلا ذاك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن مال العبد ما قدم، ومال وارثه ما أخر. مال العبد ما قدم، يعني مالك الذي تستطيع أن تقول أنه مالي، مال ديالي، هو مالك الذي قدمته لنفسك عند الله سبحانه وتعالى. إنما المال الذي تركته سواء كان في بيت أو كان في سيارة أو كان في ملابس ولا كان في أكل أكلته، كل هذا المال ثانية. يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. لماذا نقول هذا الكلام؟ لا نقول هذا الكلام حسن فقط على التبرع، وإنما حتى يعلم المسلم حقيقة الحياة وحقيقة الأمور، أن ماله هو الذي يقدمه لله سبحانه وتعالى. أضف إلى هذا أنك في هذه الليلة المباركة، يعني من الممكن أنك أنت بتخرج صدقة، طبعا الثواب فيها مضاعف، الثواب في هذه الليلة المباركة، يعني هو أصلا ثواب الصدقة مضاعف في حد ذاته. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ما قالش فيضاعفه له وينتهى الأمر، إنما فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفي آيات أخرى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. دائما الله سبحانه وتعالى يقول فيضاعفه له في الايه؟ في الصدقة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. يعني الله سبحانه وتعالى لا يعطيهم الأجر وفقط، وإنما ويزيدهم من فضله. لماذا؟ لأنهم يتاجرون مع الله سبحانه وتعالى، فبالتالي تجارتهم لن تخسر وتجارتهم لن تبور، لأنهم لا يتاجرون مع الناس وإنما يتاجرون مع رب الناس سبحانه وتعالى.
فثواب الصدقة في الأصل مضاعف، فما بالك إذا تصدقت في هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة وفي هذه الليلة التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون ليلة القدر في ليلة 27 من رمضان، فيعني تزيد خيرا إلى خير، ويكون هذا من حسن حظك أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بالمال الذي تتصدق به، فتتصدق عن نفسك بهذه الصدقة، الله سبحانه وتعالى يبعد عنك الابتلاءات، يبعد عنك المصائب، الله سبحانه وتعالى ييسر لك أمور العمل، ييسر لك أمور المال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وهذه الصدقة الله سبحانه وتعالى يبعد عنك بها الأمراض، ويبعد الأمراض عن أولادك وعن زوجتك وعن أقاربك وأرحامك، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. ولعلك في هذه الليلة المباركة يعني تقر عين أبيك وعين أمك بأن يعني تجعل لهم صدقة، يعني من حق أبيك عليك ومن حق أمك عليك، كما قال الله سبحانه وتعالى: رب ارحمهما، يعني أنت تدعو الله سبحانه وتعالى لهما بالرحمة دائما: رب ارحمهما كما ربيان صغير. والدعاء بالرحمة يكون باللسان ويكون أيضا بالعمل، لماذا لا تتصدق عن أبيك، ولماذا لا تتصدق عن أمك، يعني حتى ولو كان أبوك حيا أو كان متوفيا، إذا كان حيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره في طاعة الله، وإذا كان توفاه الله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لجميع موتى المسلمين. المهم أنك أنت يعني تجعل في هذه الليلة نوع من أنواع البر لأبيك ولأمك بهذه الصدقة التي تتصدق بها. والدليل في ذلك كما نقول دائما أن الكلام الشرعي لابد عليه من دليل. لما جاء سيدنا سعد بن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه توفيت، افتلتت روحها، يعني توفيت فجأة، وبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أفأتصدق عنها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم تصدق عنها. يعني فسيدنا سعد بن عبادة لم يسمع الكلام وينتهي الأمر، وبعدين يقول يعني حينما يعني تمر الأيام سأتصدق أو سوف أتصدق، لا، ده مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدك يا رسول الله أن حائطي صدقة عنها. الذي يجب أن نعلمه أيضا أن الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم لما كانوا يتصدقون لم يكونوا يتصدقون بالقليل من مالهم. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم علموا حقيقة مطلقة، اللي هي الحقيقة الأولى التي قلناها بأن مالك هو ما قدمته لله سبحانه وتعالى. الصحابة سبحان الله كانوا ينفق، لما نقرأ في حياة الصحابة وفي سير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم، أو ضحوا بأموالهم وأنفسهم، كانوا ينفقون معظم أموالهم. أنتم طبعا تعلمون قصة سيدنا أبو بكر الصديق لما جاء بكل ماله، ده كلام يعني مش كلام هكذا، ده جاء بكل ماله، سيدنا عمر بن الخطاب يأتي بنصف ماله، وسيدنا عثمان بن عفان يأتي بمعظم ماله ويضعه أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما كان منك وما يكون إلى يوم القيامة. لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد كثرة المال الذي تصدق به سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولما نقرأ في 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 قصص الصحابة في الإنفاق نجد مثلا أن هذا الصحابي تصدق بحائطه، حائط مش ليس المقصود به الجدار يعني، وإنما المقصود به البستان، يعني مثلا كان عنده مزرعة كبيرة وتصدق بها، لأنه يعلم قول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويعلم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الإخوة الأحباب سنكتفي بهذا القدر، وطبعا ما زال لنا يعني خواطر، وما زالت لنا دروس في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى فيها القبول، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا قيامنا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب هممنا وجلاء أحزاننا. والآن نترككم مع صوت المسجد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله.